طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة حياتنا أور لايف. فيديو هذا اليوم سوف يكون عن الوحدة 12، وهي تفاؤل وأمل. سوف نبتدأ مع بعض بنص الاستماع، وهو بعنوان الضحك خير علاج، وفي عندنا هاي الأسئلة أكيد لنجاوب عليها. بالبداية نحن بنحب نذكركم في إنه جميع هذه الفيديوهات تقدم لكم بشكل مجاني، وأكيد فيكم تستمتعوا بأي فيديو موجود من خلال الضغط على قوائم التشغيل على قناتنا الرسمية على اليوتيوب. إذا نبتدأ مع بعض في نص الاستماع، الضحك خير علاج. يعكس الضحك من الناحيتين النفسية والاجتماعية الشعور براحة البال والثقة بالنفس، وكما أن تعبيرات العبوس تؤثر سلبا في الفرد ومن حوله، فإن الابتسامة والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والبهجة بين من نتعامل معهم. ولا يقتصر تأثير الضحك الإيجابي على الحالة النفسية للإنسان، بل يمتد إلى وظائف الجسم الداخلية، إذ أنه يساعد على زيادة الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين، وينشط الدورة الدموية، فيتولد إحساس بدفء الأطراف، وربما كان هو السبب في احمرار الوجه حين نستغرق فيه الضحك. يرى بعض الناس أن الضحك هي ظاهرة تجمع بين اللهو والحركة واللعب، حتى ينظر إليه على أنه تمرين رياضي. وقد يكون وسيلة لإطلاق طاقة مختزنة في داخلنا ندخرها لمواجهة المواقف الجادة في حياتنا، غير أن الفكاهة ينبغي أن تقف على حدود تحفظ للفرد كرامته، ومن ذلك عدم تحقير الإنسان إنسانا آخر، وعدم وضع الجد موضع الهزل أو الهزل موضع الجد، والضحك من غير سبب، وعدم الإفراط في الضحك الذي يخرج عن الحد المعقول، لأن كثرة الضحك تميت القلب، وهي أيضا دلالة على الخفة وقلة التهذيب. وبهذا المسلك السوي يحقق الضحك هدفه، ويصبح له آثار سحرية وصحية في حياتنا أفرادا وجماعات. طيب، السؤال الأول بحكي شو الذي أو ما الذي يعكسه الضحك من الناحيتين الاجتماعية والنفسية؟ حكينا اجتماعيا ونفسيا، انت بتشعر براحة البال وانك عندك شوية ثقة في النفس. طب ليه بصير في عنا احساس بدفء الاطراف عند الضحك؟ ليش بتحس حالك مشوب او اطرافك يعني ذاك زي اللي دفيو؟ بسبب زيادة الاكسجين يلي بيصل للرئتين، ودورتك الدموية نفسها يا تاسع تنشط اثناء الضحك، فبتحس انه اطرافك دافية يعني ايديك ورجليك. الفكاهة يجب ان تقف على حدود. ليه؟ هلا مش يضل الواحد يضحك او يضحك على اشياء ما فيهاش لا تستوجب الضحك، فهذا الشيء اذا لازم تضحك في اوقاتها، وذلك لحفظ كرامة الانسان، فبالتالي ما بصيرش في انه اي انسان يعني يحقر انسان اخر. لماذا ينظر الى الضحك على انه تمرين رياضي؟ لانه يحرك عضلات الوجه والجسم. رقم 4، فوائد الضحك. كثير من الفوائد، منها شفنا بالنص اللي هي الشعور بالثقة، براحة البال، احمرار الوجه، يدفع عنا الكآبة والملل، ويؤثر على وظائف الجسم الداخلية، يتولد إحساس بدفء الأطراف. طيب، السؤال اللي بعديه 5، متى يحقق الضحك هدفه ويصبح إثارة سحرية أو آثاره سحرية وصحية في الإنسان؟ متى؟ لأنه خلص الواحد عارف إمتى بضحك، يعني في حد، مش إنه مثلا ضحك من دون سبب، بالتالي لم يخرج عن هذا الحد المعقول، صار فيه طيش، صار فيه قلة تهذيب. سادسا، هل يتعارض الابتسام والضحك مع كون الإنسان جاد؟ وبين رأيك. الابتسام والضحك مع كون الإنسان جاد؟ لا طبعا، الزمان العرب القدماء كانوا يضحكوا، ودائما كانوا، مع أنه كانوا معروفين عنهم أنهم جديين، لكن بنفس الوقت كانوا يضحكوا. إذا مدحوا أحد معين بيحكوا له هو ضحوك السن والوجه، أو بسام الثنايا يعني يبتسم. السؤال الأخير، ورد في النص حديث شريف يؤكد ضرورة الابتسام والتفاؤل، ما هو؟ أكيد لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب، اليوم يا تاسع رح نحكي عن قصيدة بعنوان كف كف دموعك، وهذه القصيدة هي للشاعر إبراهيم طوقان. وكلنا نعرف أن إبراهيم طوقان هو عبارة عن شاعر فلسطيني ولد في نابلس في فلسطين، تلقى تعليم الابتدائي في نابلس والثانوي في مدرسة المطران بالقدس، التحق بالدائرة العربية بالجامعة الأمريكية في بيروت يعني اشتغل فيها، وبعدين تخرج منها وعمل في إذاعة القدس، بعدين صار مدرس في العراق. وكان يكتب شعر كثير، شعر مطبوع، عمل ديوان كبير منه، وعمل رسائل موجهة إلى شقيقته وهي الشاعرة فدوى طوقان
بشكل عام تتحدث عن الشعر، عن تعليم الشعر، عن نقد الشعر، وله عدة مقالات صحفية. فمثلا فإبراهيم توقان هو أخوها لفدوى توقان، طبعا توفى في القدس. بشكل عام جو النص إنه القصيدة تتحدث عن الضحك، النجاح، العمل، التفاؤل من أجل تحقيق النجاح، وأكيد معتمد بذلك على الشباب في نهضة البلاد. إذا جو الناس عن ماذا تتحدث القصيدة؟ تتحدث عن ضرورة العمل والتفاؤل من أجل تحقيق النجاح. نبلش بالبداية بأول بيت، ويتحدث يقول ويخاطب الناس، يقول: كف كف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل. إذا بحكي إنه أنت كف كف دموعك، روح وامسح دموعك، ليش بتعيط؟ العويل ليش بتصيح؟ ليش بتصرخ؟ فإذا يعاتب، ببلش بالعتاب، ليه عم تبكي؟ فإذا يدعو إلى مسح الدموع، هذا البكاء والعويل اللي عم بت... اللي بتعيط، يعني هذا كل شيء ما بنفع، لا يفيد أبدا. لازم تواجه الصعاب وتواجه العدو. انهض ولا تشك الزمان، فما شكا إلا الكسول. أنت اصحى، يلا قوم، يعني اصحى. فعلى الإنسان أن لا يتخاذل، مش لازم تكون كسلان، يجب أن يعني لا، مش لازم أنت تتراجع للوراء زي هذا الإنسان الكسول اللي طول نهاره بضل قاعد وما بده يعمل إشي. فهنا انهض لا تشك الزمان، فهنا صور الزمان بإنسان لا تشكو، من هون لا تشك، مش تشك، تشك هي تشكو، بس إجت مجزومة فعشان هيك يعني انشطبت الواو. فبالتالي صور الزمان بالإنسان الذي يشكى إليه. البيت الثالث يقول: واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل. كثير الكلمات سهلة وبسيطة، همتك يعني عزيمتك، اسلك يعني اتبع. فإذا هون بحكي قوم واسلك، روح على السبيل، روح على الطريق، روح على هدفك، حقق الأهداف. يجب أن تتحلى بالعزيمة، تتحلى بالقوة، بالإرادة، ولا تقف كالحائر. البيت الرابع يقول: ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل. يعني الدليل هو الرأي السديد، فاحفظوها يا هاي تاسع. يعني هون لما حكى ما ظل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، ما ظل يعني ما بضيع. هذا الإنسان يلي بسعى، بعمل، بشتغل، بيكون عنده حكمته، رأيه السديد، يلي هو بحكمته بوصل لتحقيق أهدافه اللي بده إياها. فبالتالي إذا كان عندك الرأي السديد والحكمة الصح، تصل لأهدافك اللي بدك إياها. ولا تظل، لا تظل يعني ما بتضيع. البيت الخامس: كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. يعني الإنسان بشكل عام ما بيفشل، إذا كان أنت نيتك طيبة وصافية وغايتك شريفة، بدك مثلا تتخرج، بدك تدرس، بدك كذا، فأنت غايتك شريفة أنك أنت بدك تتخرج، فبالتالي لن تضل وما بتخيب، لن تفشل لما يكون عندك عزيمة في تحقيق أهدافك. طيب يقول في البيت السادس: أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن. أفنيت يعني أنت أمضيت عمرك وأنت بتشكو، بتتدمر. التأوه يعني تذمر. إذا يوجه الشاعر اللوم والعتاب لمن لا يتفاءل. ليه؟ لأنه ضيع عمره وهو ها قاعد وبتأوه، بيحزن، ما بده يعمل إشي، بضل يتذمر. فغلط، فبحكي إنه لا، هذا الكلام غلط، يجب أن تجابه المصائب اللي ألمت فيك، وهاي صفة اليأس والبؤس لازم تخلص منها. فليش هيك أنت ضيعت عمرك بهذا الكلام؟ البيت السابع يقول: وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن. أنت ظلت قاعد بدكش تشتغل، ما بدك تحقق أهدافك، أنت صرت تحكي إنه الزمن هو سبب، والله ما فيش شغل، والله ما فيش أبصر شو، والله ما فيش مصاري أعمل هاي الشغلة وهاي وهاي. فهذا كلام خطأ، فالناس يعني لن تعذرك على هذا الكلام، وخلص تعودوا منك انه تنهارك تشكي وتتذمر. هذا خطأ، لا تتهم الزمن بانه هو اللي جائر عليك، واللي هو اللي خلاك تصل لهذه الحال. هذا كلام غير سليم. البيت الثامن يقول: ما لم تقم بالعبء انت فمن يقوم به. اذا يعني اذا انت ما بدك تقوم تشتغل بتكاليف الحياة باعبائها، تتحمل المصاعب، مين تشتغل يعني هيك؟ فاذا من سيقوم بأعمالك لعاد؟ يعني مين بدك ينجح عنك؟ مين بدك يدرس عنك؟ يعني مين بدك يشتغل عنك؟ البيت التاسع يقول: كم قلت أمراض البلاد وأنهت من أم وأنت من أمراضها.
أنت كثيرا تقول إنه المجتمع فيه أمراض كثير ومستعصية وتنهارك، بتلوم المجتمع، بتلوم الناس، بتلوم الظروف، لكن فعليا إنه أنت سبب من أسباب فشل المجتمع، سبب من أسباب إنه ليه ما عم بنهض هذا المجتمع. كم تفيد الكثرة؟ البيت العاشر يقول: والشؤم علتها، فهل فتشت عن أعراضها؟ طيب، نفس الشيء، العلة هي المرض كمان، أنت عم بتحاول إنك تدور على الغرض وتفتش على الغرض، هل قمت بذلك؟ لا. هذا الذي زاد الأمر سوءا، يعني الشؤم وعلتها، يعني اللي زاد الطين بلة، وإنه زادت الأمراض والشؤم التشاؤم الكبير، إنه أنت تنهارك تحكي إنه وين الأسباب، شو السبب، ليش هيك، ليش هيك. طب أنت قوم ودور على الأسباب. البيت 11 يقول: والشؤم حكيناها، يا من حملت الفأسة تهدمها على أنقاضها. الأنقاض هي البواقي، البقايا من هدم البلاد. فأنت اتهمت البلاد بعدة أمراض زي ما حكينا في البيت السابق، لكنك بدل ما تعالج هذه الأمراض وتبحث عن أسبابها، ساعدت على أنك تهدم البلاد عن طريق عدم السعي والاكتفاء بالنقد غير البناء. تنهارك حامل الفاس وبتكسر بهالمجتمع، مش بتكسره فعليا، يعني نحن هنا نتحدث عن أنه يساهم في هدم البلاد. انت عم بتفشل مجتمعك زيادة، لانك انت قاعد ما بدك تعمل اشي، تنهرك تشكي وتتذمر. البيت 12 يقول فيه: اقعد، فما انت الذي يسعى الى انهاضه. خلاص، فيش داعي، خليك قاعد. اذا خلاص خليك قاعد، ما في داعي، انت لست اهلا للنهوض. البيت 13 يقول: وانظر بعينيك الذئابة تعب في احواضها. بس ضلك قاعد وتفرج على الذئاب. الذئاب هنا أكيد يرمز فيها لليهود الغاصبين أو الإسرائيليين الغاصبين، الحركة الصهيونية. فانظر، تفرج بعيونك كيف أن هذول الذئاب المستعمرين. لماذا ليه حكينا مستعمرين وحكينا عن اليهود وهيك؟ لأنه أنت عم تحكي عن شاعر فلسطيني، أكيد سوف يتحدث عن بيئته، لأنه أصلا ولد وعاش ودفن فيها في القدس نفسها. فبحكي تعال تفرج كيف هذول الناس عم بيعبوا في أحواضها، كيف عم بنهبوا خيرات البلاد، كيف بيفسدوا فيها. قوم اصحى من سباتك العميق الذي دام طويلا، وكن سندا لبلادك، لا تجعل المستعمر بيستخدمك كوسيلة لتحقيق أهدافه. البيت 14 يقول: أضحى التشاؤم في حديثك بالغريزة والسليقة. يعني خلص صار التشاؤم زي صار جزء من طباعك، جزء من طبيعتك، واضح في حديثك، في طبعك، صار طبع من طباعك. والبيت 15 يقول: مثل الغراب نع الديار واسمع الدنيا نعيقه، واسمع الدنيا نعيقه. يعني هنا شبهه بأنه مثل الغراب. الغراب طبعا هو رمز للتشاؤم عند العرب، ما بيحبوا العرب الغراب، لأنه يعني بيعتبروه نذير، يعني تشاؤم، شغل مش كويسة رح تصير. فالنعيق مقصود فيها الصوت، صوت الغراب معروف اسمه نعيق الغراب. هلا بحكي له: انت شكلك زي الغراب، تنهارك تنعي وتنهارك تصيح الفاضي، وبالعكس بتجيب التشاؤم اصلا. فانت تنهارك تصيح وسمعت كل الدنيا صياحك ونعيقك، فبالتالي بنفوس الناس، فبالتالي بتهجر الديار التي نعاق فيها. شو الصورة الفنية؟ نحكي تم تشبيه التشاؤم بانه كنعيق الغراب، وهو شرك بالله، لكن الشاعر استخدمه ليبين الاضرار الناجمة عن التشاؤم. يعني لما حكى تشاؤم بنعيق الغراب، هنا بيعتبروه انه شرك بالله، انه شبهه، يعني كيف انسان تشبهه انت بغراب وعنده نعيق وهيك. فبحكي لك هو فعليا استخدمها الشاعر بس عشان يحكي لك قديه وكاين متشائم هذا الانسان. البيت 16 يقول: تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقة. نعم، انت مريض قلب، صرت كمريض في قلبك، ف لا تستطيع مواجهة الحقيقة، ترفض الحقيقة، لأنه هاي الحقيقة تجرحك وتؤلمك. في البيت 17 يقول الشاعر: أمل يلوح بريقه فاستشهد يا هذا بريقه. يعني على الرغم من كل هالتشاؤم اللي تعامله، بس في أمل، روح واستفيد من هذا الأمل، يعني تفرج استفيد منه، استغله. فإذا هناك أمل في التغيير وبالتحرير وبالتصحيح وتعديل الأوضاع الاجتماعية، اتخذ منه أولئي دليلك وخذهم مصابيح لطريقك. هدول الناس اللي بيدعوا للتحرر، لتعديل الأوضاع الاجتماعية، روح عندهم وتعلم منهم. البيت 18 يقول:
ما ضاق عيشك لو سعيت له ولو لم تشكو ضيقه. فعليا عيشك لن يكون ضيق، ما رح تكون متضايق، رح تكون مبسوط، بس انت لا تشكي، لا تشكي الضيق، لا تشكي الألم، لا تشكي العذاب، انت غيره بنحو الأفضل. كيف؟ من خلال عملك، جهدك، نشاطك، سعيك الدائم، عدم التشاؤم، عدم الاستسلام. البيت 19 يقول: حيي الشباب وقل سلاما إنكم أمل الغد. طبعا يحيي الشباب، يسلم عليهم ومبسوط فيهم لأنه هن المستقبل المشرق في المستقبل أكيد. ويقول: صحت عزائمكم على دفع الأثيم المعتدي. إنه هاي بلشتوا أنتوا تصحوا على، إذا أنتوا لأنه أنتوا شباب المستقبل، المستقبل الرائع، فأنتوا فيكم الأمل من خلال دفع هذا العدو الأثيم وطرده وبالتالي تحرير الأرض. والله مد لكم يدا تعلو على أقوى يد. إذا مين اللي مد لهم الإيد؟ هو الله. فالله هو الذي أمدهم بقوة من عنده ونصرا يعلو على جميع الأعداء، ولا يعلو عليه أي عدو مهما كانت قوته. وطني أزف إليك الشباب كأنه الزهر ندي. إذا يزف الشاعر لوطن الغالي الشباب وكأنهم زهر وورد جميل جدا المنظر. وفي البيت 23 الأخير: لابد من ثمر له يوما وإن لم يعقدي. لابد لهذه الزهور إلا تورد هاي الزهور وتثمر في يوم من الأيام. ننتقل لأسئلة المعجم والدلالة. سؤال أول بيحكي لنا: عد إلى أحد المعاجم وتعرف شو معاني هذه الكلمات. طبعا كلنا بنعرف الندي اللي هو الابتلال من الندى، زفت يعني زفة أسرع، الغريزة الطبيعة، طبيعة الإنسان. كفكف معناها رد الشيء، كفكف وشيله، كفكف دموعك يعني امسحه، فالكفكفة يعني رد أو مسح. أنقاض حكينا ما بقي من بقايا يعني، أو يعني الهدم. تعب تشرب الماء مرة واحدة من غير أن تتنفس، تعب. إذا تعب معناها إنه تشرب الماء دفعة واحدة. السليقة يعني طبيعة، يعقد يعني عقد الزهر يعني صار ثمرا. طيب وظف ما يأتي في جمل مفيدة من إنشائك. شو ما بدك بتكتب، يعني مقصده نبيل، ممكن تحكي هذا الرجل مقصده نبيل. كفكف دموعك، دع الشاعر المخاطب أن يكفكف دموعه مثلا. مكتوف اليدين، لا يجب أن يقف أحمد مثلا مكتوف اليدين. أمل يلوح بريقه، ممكن نحكي هناك في الأفق أمل يلوح بريقه. السؤال الرابع بيحكي: استعن بالمعجم المتيسر لديك لتعرف الفرق بين البكاء والعويل. شو يعني الإنسان اللي بيبكي وشو يعني الإنسان اللي عنده عويل؟ البكاء كلاتنا بنعرف يعني بكى، يعني إنه صار يبكي يعيط، يعني دمعت عيناه كيف حزنا. لكن العويل أنت مش عم تبكي، أنت عم تصرخ. العويل هو الصراخ، البكاء بصوت مرتفع. والعويل لا يقال عويل إلا إذا كان معه صوت مرتفع، وإلا هو وإلا فهو بكاء. يعني لما تبكي بصوت عالي اسمه عويل، اما تبكي بصوت واطي ويدوبك مسموع بنسميه بكاء. بس يعني معنى كلمة العويل انه في عنا صوت مرتفع اكثر. دارت القصيدة على فكرة اساسية ارادها الشاعر انه يأكدها. ما هي هذه الفكرة؟ بشكل عام هو ينهي الشباب يلي بعقد عليهم الامال انه انتو لا تتقاعسوا ولا يكون عندكم عجز وكسل. يحثهم انه قوم انهض، اشتغل، اعمل، حقق هدفك، حرر البلاد من أجل رفعة مجتمعاتهم وبلدانهم. طب أعطينا ثلاث أفكار جزئية وردت في هذه القصيدة. عن الكسول يكثر من التشكي، من التذمر، أما صاحب المقصد النبيل فإنه يسعى لتحقيق آماله بعزم. أيضا الشباب هم أمل الأوطان. الكسل والتقاعس هو مرض يصيب المجتمع ويهلكه. طب ليش نهى الشاعر عن شكوى الزمان؟ يعني بيحكي إنه أنت خلص لا ضلك تشكي الزمان وتحكي والله الحق على الزمان، ليه ما في شغل، ليه ما في أمل، ليش ما فيش كذا. هو لأنه نحن ليش نهى عن شكوى الزمان؟ لأنه غلط هذا الكلام، هو تقاعس. أنت تتثاقل، تتقاعس، مش أنه أنت بيكون في هدف، يعني بيكون في فعليا سبب مبرر لذلك. حدد الشاعر في البيتين الرابع والخامس أسباب لنجاح المسعى وتحقيق الأهداف. شو هي الأسباب أنه نحن بنسعى نحو تحقيق الأهداف؟ اللي هي
حسب البيتين طبعا 4 و5، الاستهداء بالحكمة وبالآراء الشديدة والتسلح بالمقاصد والأمنيات النبيلة. إنه أنت تسلح بالأمنيات النبيلة الجميلة، يكون عندك الآراء السديدة والحكمة وتستهدئ فيها. طيب رابعا، كيف يكون الكسل مرض يصيب البلاد؟ الكسل مرض لما الأفراد كلهم خلص يظلهم قاعدين، ما في شغل، ما بدهم يسهموا في البناء، ما بدهم يتقدموا بالمجتمعات، بيكونوا بيعتبروا فشل. نحن بنسميها دائما عالة على المجتمع، عالة على الأوطان بكسلهم وسلبيتهم. سؤال خامس بحكينا أرجع للقصيدة وأعطيني البيت يلي معناه بالضبط هو المعاني الموجودة، إنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، اللي هي واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل. إذا وما ظل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل. إنه فعليا أنت بس تغير الإشي اللي داخل فيك، ساعتها يعني بتغير القوم. قال أبو الفضل الرياشي حكى: وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. بصير يضل يعاتب القدر كثير. وانهض ولا تشكو الزمانة، هاي لا تشكو الزمانة. طيب بيت بشبه حكي المتنبي: تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. يعني بدك تأخذ شهد، بدك تأخذ العسل، لازم تتغزغز بالنحلة. نفس الشيء قعدت مكتوف اليدين تقول حاربني زمان، إذا ما قمت بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ طيب أبيات الشافعي يقول: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها مخرجا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذا المعنى موجود في الأبيات: أمل يلوح بريقه فاستهدي هذا بريقه، ما ضاق عيشك لو سعيت له ولو لم تشك ضيقه. طيب نأتي إلى التذوق الأدبي. بحكينا أن الشاعر رسم في القصيدة صورة للمتشائم. ما هي هذه الصورة؟ طبعا صور المتشائم وشكوى الكبيرة، شبهه بالزي الغراب يلي بنعق تنهار وينعق، ولا يريد أن يواجهه أحد بحقيقة أمره، لأن الحقيقة هذه تؤلمه، تضعفه، تجعله مجرد شخص عاجز لا مكان له في الحياة بين أولي العزائم والمقاصد النبيلة. طيب ما هو جمال التصوير في البيت؟ وانهض ولا تشكو الزمان فما شكى إلى الكسول. الصورة لا تشكو الزمان، هاي الصورة الفنية، إنه أنت عم تشكي شخص اسمه الزمان، فصور الزمان بإنسان عم بيثير نقمته للكسول، بيدعي عليه، بكرهه الكسول، بيحكي إنه أنت سبب عجزي، أنت سبب تقصيري. طيب البيت اللي بعديه: تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقة. وين الصورة الفنية؟ حكينا مريض القلب، فشبه المتشائم يلي برفض انه يعترف بحقيقته كالشخص العاجز اللي عنده مرض في القلب. تمام؟ اوكي، يبرر عجزه بانه هو مريض قلب مكابر ويرفض الاعتراف بمرضه. طيب بعديها: وطني ازف ازف لك الشباب كانه الزهر الندي. فاذا شبه شباب الوطن المعطاء بانه كالورد، كالورد وكالزهر الندي. إذا شبه الشباب بالزهر الندي. السؤال الثالث: بعد ما درست هذه القصيدة نجيب عن هذه الأسئلة، شو الرمز الذي يرمز إليه الذئب والغراب؟ الذئب حكينا أعداء الوطن بشكل عام، وإذا بدك تحكي بشكل خاص تحكي الصهاينة المحتلين. بالنسبة للغراب بتحكينا هو رمز التشاؤم. هل وفق الشاعر في توظيف هذين الرمزين ولماذا؟ طبعا الذئب هو لأنه أصلا فعليا الذئب يعني كحيوان هو يتربص بفريسته وينتهز الفرصة، يعني شاطر وماكر، معروف الذئب. بالنسبة للغراب كثير في قصص وأساطير اعتبرت الغراب، مش بس حتى عند العرب بيعتبروه بشكل عام، هو نذير للشؤم، فحتى العرب قالت أشأم من غراب، إنه من كثر ما هو يثير التشاؤم. السؤال الأربعة بقول لنا: يشيع في القصيدة عدد من المشاعر، أي الموضعين تلمح فيهما هذه المشاعر وتحدد نوع هذه المشاعر؟ منقول التفاؤل الأمل بالكلمات اللي هي زي كفكف دموعك، أسلك بهمتك السبيل، ما ظل ذو أمل مثلا. وفي مشاعر ثانية زي إنه تقليل من شأن الكسول المتشائم وتحقيره، هذا الكسول المتشائم ما حدا بحبه، يعني بنحكي له فما أنت أقعد، خلاص أقعد، ما بدناش منك إشي، من أنت الذي يسعى إلى إنهاضها؟ طيب في عندي مشاعر كمان محبة الشباب لهذا المجد، للشخص هذا الذي يقوم بتحقيق أهدافه وطموحاته،
لما قال وطني أزف لك الشباب. طيب نأتي إلى السؤال الخامس، بحكي نختار أجمل بيت في القصيدة ووضح سبب اختيارك. أنت من عندك بدك تطلع لنا أجمل بيت في القصيدة، شو سبب اختيارك؟ يعني أنا بالنسبة إلي كان البيت الأول كف كف، أو لا، البيت الأول كان نعم كف كف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل. أعجبني لأن الشاعر يدعو إلى مسح الدموع ولإنهاء الأحزان وإلى الضحك والتبسم والتفاؤل والسعي نحو تحقيق الأفضل. طيب نأتي الآن إلى القضايا اللغوية. السؤال الأول بحكي لنا ما هو الناسخ؟ احكي لي شو اسمه وشو خبره فيما يأتي. الناسخ نعرف حروف النسخ اللي هي أن وغيرها. طيب السؤال الأول بحكي أضحى التشاؤم في حديثك بالغريزة والصديقة. أضحى نعرف أضحى، أضحى اسمها التشاؤم وفي حديثك هي الخبر. أضحى، أمسى، صار، ظل، هاي كلها أدوات ناسخة. طيب البيت اللي بعديه وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي. هنا كأنه الزهر الندي، كأن وها اسمها والزهر خبرها. سؤالي بعديه اعرب ما تحته خط تلك الحقيقة. تلك مباشرة بتقول لي اسم إشارة مبني على مبني في محل رفع مبتدأ. اللي بعديها أمل يلوح بريقه. يلوح فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفعل هذا كامل اللي هو يلوح، يعني الفعل نفسه والفاعل هو عبارة عن جملة فعلية في محل رفع نعت، لأنه أمل بريقه يلوح، يعني نفس الشيء يلوح بريقه، يعني بريق ملوح مثلا زي هيك، فبتيجي في محل رفع نعت. تمام، مش إنه أمل تقول لي هاي خبر، لا. السؤال اللي بعديه هاتي جمع كل من هذه المفردات. هم كيف نجمعها؟ هم همم، سبيل سبل، دليل أدلة، حقيقة مجموعها هي حقائق. طب لماذا رسمت الهمزة على هذا الشكل؟ فأس، فأس مباشرة لما تكون الهمزة بمنتصف الكلمة وهي نفسها ساكنة واللي قبلها مفتوح، فالفتحة دائما أقوى من السكون، بالتالي هي اللي بتنتصر الفتحة، فبالتالي بنحط الهمزة على الألف. الذئاب، ذئاب لأنه اللي قبلها بيكون مكسور، فبالتالي وضعت على نبيرة وهي نفسها بتكون ساكنة أو مفتوحة، ما قبلها مكسور. وحكينا نحن عن قوة الحركات بشكل عام، دائما الكسرة هي أقوى الحروف، الأقوى الحركات بتبعها الضمة. تشاؤم، هون الضمة انتصرت على السكون الموجودة، فبالتالي بنحكي إجت في منتصف الكلمة وهي نفسها مضمومة واللي قبلها ساكن، فبالتالي فازت الضمة، فبالتالي تكتب على واو. آخر شيء عبء، عبء كتبت على السطر، فبالتالي لأنها همزة متطرفة، متطرفة يعني موجود في نهاية الكلمة، بتكون منفردة وما قبلها ساكن، يعني قبلها بيكون سكون، هاي مهمة عبء. طيب بالنسبة للكتابة في عندك مناظرة، مطلوب منك مناظرة. مناظرة يعني شخص بيختاره فريق والشخص الثاني بيكون برضه منتخب من قبل فريق آخر، بدك كل واحد بدعو للعمل بجد لتحقيق الآمال، والثاني بحكي لا ما بديش أشتغل، بده يضله قاعد، عنده راحة وعنده يعني ضله قاعد ومبسوط. فبالتالي هدول الاثنين زي انه بمعنى انه عم بتناظروا زي اللي بتقاتلوا، فكل واحد بده يعبر وده يدافع عن فكرته. كمان مناظرة ثانية ممكن تصير بين متفائل ينظر نظرة إيجابية للحياة وشخص آخر يكون متشائم في نظرته للحياة، واحد متفائل والثاني متشائم، هذا بيحكي شو عنده، ليش لازم يضل متفائل، والثاني كمان يحكي شو عنده، ليش لازم يدعو للتشاؤم. مقترات من لغتنا جميلة، كثير جميلة هذه القصة، هذه القصيدة، وهي بعنوان فلسفة الحياة. أوكي، يا ريت الكل يقرأها، أكيد للشاعر المعروف إيليا أبو ماضي. المطلوب إن نرجع إلى ديوان إبراهيم طوقان ونقرأ قصيدة العمل، وممكن نحط لحن لمقطع أعجبنا في القصيدة ونردده في الإذاعة المدرسية. بهيك يا حلوين بنكون خلصنا وحدتنا الثانية عشر، نراكم في الوحدة الثالثة عشر وهي بعنوان الرفق بالحيوان. شكرا لكم جميعا، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتتابعونا. إلى اللقاء.